قريبة طيب. اكسر دراعي فيه. دراعي تلمسيه. يا الله. وقفت على طول. يا بنت اصبري. يا نعم بكره طول حياتي. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتنا جدا 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 جدا. النهارده جاي لكم فيديو جديد، فيديو حماسي. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان تكتبوا لنا كومنتات كتيره حلوه. يا جماعه جبنا العيد. انستينا وجد. بصوا فينا احلام منو منين؟ بقول منو منين بسرعه؟ الرمش فين؟ انت مش بتحلم؟ بقول لك اتمنى منين عادل؟ يا الله. انا مش فين هنا عشان انت شايفه الجنب ده اساسا. طب ما ممكن اكون شفته في الكام. صح، امنيه متحققه ان شاء الله. يا جماعه يلا قررنا السنه دي نجيب لكم كحك بدري شويه عن يوم الوقفه، الحمد لله، لان احنا كل سنه بنعمله يوم الوقفه. ان شاء الله نجرب لكم كذا مكان. كذا مكان هنجرب لكم فئه سعريه واحده في كل فيديو. انا هنعمل لكم مثلا ايه؟ الارخص، الوسط، الاغلى. جبنا دلوقتي اقل حاجه، اقل حاجه موجوده في المحلات المعروفه. ايوه الاسماء اللي معروفه يعني. طبعا غير الافران، احنا مالناش دعوه بالافران. بس احنا بقى نجيب لكم من فرن برده، ونبقى نشوف الافران العاديه ونشوف كده اسعارها هتبقى ايه. بس جاي كحك، جاي سكر. يلا بصوا يا جماعه، جبنا كله يلا يلا ندخل على الفيديو. بس ما تنسوش اللايك. اول حاجه يا جماعه هنبتدي بيها. طب من الاقل ولا من الاغلى؟ هم كلهم نفس الفئه السعريه. لا مش كلهم نفس الفئه السعريه، من الاقل ولا الاغلى؟ لا انت قولي من الاقل ولا الاغلى؟ الاقل. الاقل ماشي، هخليكي تختاري. هاتي ابو محرم. خدي ابو محرم، اقل حاجه انا بموت في ابو محرم. ابو محرم يا جماعه ده 119 قطعه ب مشكله، كل ده مشكله 140 جنيه. ما نعرفش بقى جواه بيتي فور بسكوت. هو كل العلب دول اربع علب مشكلين، كله مشكل. ما نعرفش ايه المكونات اللي جوه بسكوت بتفور. بس دي مش مكتوب فيها وزن، دي مكتوب فيها 119 قطعه، بس اكيد مكتوب وزن صح؟ 2 كيلو مكونات. هو كاتب مكونات العلبه 2 كيلو. طيب نفتح بقى العلبه. العلبه طبعا متغلفه حلو زيها زي كل اللي جبناه. في ايه يا احلام؟ ويغير الشكل صح؟ شكلك يا ابو محارب. بيتهيألي الشكل ده مش زي السنه اللي فاتت. شكل العلبه ده مش زي السنه اللي فاتت. انزلوا اوريكم شكل العلبه. في ناس طبعا بتحب ابو محرم وبتجيب منه، وبتفضلوا تقترحوا علينا ان احنا نجيبه ونجربه. فبصوا دي شكل العلبه بتاعته اهو. السنه دي شكل العلبه بتاعته هو تبع اتوال، وفعلا هو مكتوب عليه من ورا احدى شركات اتوال. حلو؟ لا يكون خلاص. مش مصدقاني؟ لا يكون. احدى شركات اتوال. انا قلت لحسن يكون خلاص. يعني صاحب اتوال من الاخر اسمه ابو محرم، نفس العلبه نفس الباكج بتاع السنه اللي فاتت. الله اعلم، احنا برده جايبين اتوال النهارده وهنشوف. بصوا وهنشوف الطعم بقى، وهنشوف ليه اغلى من ليه ارخص من اتوال، لان هو ارخص من اتوال بكتير. طيب نبتدي بيه الكحك. قول لنا بس مكوناتها. طيب بص، اولا احنا هنفتح طبعا كله عشان نوريهم. بصوا يا جماعه نفتح دول. انت انا افتح وانت وريه. انا اسف. طب نطلع الكحك الاول ده. طب انا افتح وانت وريهم. انا افتح لك كل الحاجه. بصوا يا جماعه ده ايه؟ ده بيتي فور، ده سابليه. بيتي فور المفروض زي البيتي فور وغريبه. واحده بس، ما احنا خلاص ما احنا بقى فتحنا واحده. ايه دي غريبه؟ دي غريبه ولا تكون لا تكون من جوه؟ دي غريبه ساده، ودي كانت غريبه ايه؟ ساده برضه من كلامك كويس. طيب دي بسكوت بالبرتقال. طب ماما بالبرتقال. طب يا جماعه عشان تصبحوا على خير. دي كوكيز شوكولاته. دي بيتي فور فور جران. جران مين؟ جران ابو محرم. بسكوت جوز الهند، بسكوت نشادر، بسكوت نشادر، كحك عجوه غريبه ساده. انا مش عارفه دي غريبه ساده ولا لا بصراحه. فورجيلا فور جلاسي. بيتي فور اجلاسي. هما كلهم مختلفين، مفيش حاجه. لا الكحك بس هو اللي زياده. طب ما هو البسكوت النشادر في اتنين برضه. اوكي ولا ثلاثه ماشي. طب نفتح كمان الشوكولاته دي. لما انت كده لخبطتينا. استني بس، اللي انت بتعمليه ده غير حكمه. انت كده مش هتعرفي دول اسمائهم ايه ولا محشيين ايه صح؟ دول كوكيز شوكولاته عادي. والباقيين ده كعك ملبن. وده طب يلا يا لبنى ندوق. يلا يا جماعه ندوق خلاص. انا مش هفتح حاجه، نفتح واحنا ندوق. مش انت اللي قلتي عايزين نوريهم مكونات؟ اول حاجه يا جماعه ده. هاتي يا دنيا، ده هاتي يا دنيا. طب يلا يا جماعه ندوق الكحك معلش عشان احنا. اول حاجه ده سابليه. هدوق الكحك اول حاجه. ومش حاطين سكر ليه مع الكحك؟
يعني هما كده عايزين كحك عايزين سكر. احنا محرم عايز فيديو لوحده. ابو محرم احنا اللي ما بنحرمش مش ابو محرم. طب ما هو معاه كيس جوه باين هنجرب يا احلام. طب يلا يا جماعه اول حاجه ندوقها السابليه ولا ندوق الكحك؟ هندوق بقى بالترتيب بقى والكراسين الجايه ان شاء الله ندوق بالترتيب. يلا خدي هاتي بس ما ندوقهاش بقى كلها عشان مش هنقدر. في سابليه كمان شوكولاته يعني كمان في واحده في شوكولاته. دوقي بقى دي الشوكولاته جامده وبسمنه. تحفه جامد. كل حته كمان. لا لا كل حته كمان. لا شفت مش عايزه جامده. عايزه ادخل. خد يا حلم بقى جامده. السابليه تحفه. يبقى ندور بيتي فور والكوكيز بقى. على فكره حلوه يا جماعه والله وسعرها حلو مش وحش. كبيره والله طعمها تحفه وكبيره. هندور بيتي فور ده. حلو قوي السابليه. مش لازم بقى ندوق كله يا لبنى. ما بتفور زي السابليه قريب شويه منه. الحشوه بتاعته نشوه وطعمه حلو بس الحشوه نشوه. مربى البسكوت نفسها حلو قوي لكن المربى من بره ناشفه ناشفه قوي. طيب واحده كوكيز تحفه. هندوق كوكيز ونرجع بعد الاقامه. ندوق البسكوت اللي بال ما دقناش الكوكيز. دقناها قلنا ايه؟ ما قلناش حاجه ما دقناهاش. وربنا دقتيها وانت انا دقتها ووقفنا. انت قلتي ايه؟ قلتي هنرجع بعد الاذان. ماشي. طب بصوا يا جماعه الكوكيز ناشف. الكوكيز ناشف قوي مع انه حلو معجون حلو بس ناشف. هندوق على قليل كده يا جماعه. البسكوت حلو بس ناشف برده قوي. ده بالبرتقال. حلو بالبرتقال. كعك سادة وكعك ملبن. مش كده انه ملوش سكر بودره. ده بسكوت شوكولاته. بصوا يا جماعه هوريكم الحاجات اللي احنا دقناها كده. احنا دقنا البسكوت كده اهو. البسكوت اللي بالبرتقال. هندوق البسكوت اللي بالشوكولاته. الكوكيز شكله اهو. الكوكيز شكله اهو شايفينه. خد دوق دي البيتي فور الغريبه ما دقناهاش. شكلها عامل كده اهو. ندوق الغريبه دلوقتي. هندوق بس نخلص البسكوت مكان ندخل على الغريبه بكحك. البسكوت ناشف قوي الصراحه. عشان جبنا. انت بتطفي ليه كده؟ الكبسه اصلي في ظهري. يعني ايه بطفي يعني؟ يا جماعه احنا مش عارفين ايه اللي بيحصل. دي اضواء العيد يا بنات احنا اللي عاملينها. طيب المهم خلينا في الكحك. البسكوت مش حلو. اللي بالبرتقال احلى. ماشي. النشاد اللي دقناه خلاص يا لبنى. البسكوت عموما ناشف بتاعهم. انت لسه قايلين البرتقال حلو. لا بس ناشف. ما ندوقه طب تاني عشان يستحمل في الشاي. خدي من النشازه الحلوه. معقوله؟ لا والله ناشف. البسكوت لازم يبقى ناشف. ما هو بسكوت. طب دول غريبه. طب بسكوت جوز الهند. الصراحه التشكيله بتاعت ابو محرم كبيره. حلوه. حلو الغريب. حاسه ان وشي بقى عامل زي الكوره الكبر. طب ندوق الكحك. معانا ساده كعك بملبن. وبملبن مفيش بالعجوه صح؟ لا في بالعجوه. طب والله العظيم تشكيله جميله. انا بعطيه 10 من 10. و 340 جنيه عشان البسكوت. و 340 جنيه حلو. بصوا شكل الكحك بتاعه. المره اللي فاتت قلنا ان شكل الكحك يعني مش زي شكل الكحك العادي فاهمين؟ قلنا ان هو شبه المعمول. المعمول. فهنشوف بقى المره دي اهو. بصوا يا جماعه اهو. ده الساده؟ ده الملبن. ما دقناش للساده الاول. احلى من السنه اللي فاتت. جامد. تحفه. احلى من السنه اللي فاتت بكتير. ممكن خدناهم فوق وقعدنا في الهواء. ممكن جبنا اللتر حاجه ساقعه. بصوا اهو. معلش يا جماعه ده شكله. ده بقى كحك. ده شكله كحك. يعني بصوا اللي فات ده كانوا هم عاملينه معمول بالملبل بالملبل. بالملبن. وده كده شكل كحك اهو. في دوشه بتهيألي. حد سامع دوشه؟ مالناش فيه. احنا بناكل. ده ايه؟ كحك. ده ايه؟ كحك. ده بايه؟ ما عارفه ان ده كحك. ده بايه؟ كحك سادة. جامد. جامد.
تحفه، طور من نفسه والله العظيم 10 من 10 والله. فرحت هروح اجيب لماما منه تحت. طب ازاي ما نقيم البيع؟ لا خلاص 10 من 10 مش هتدوق الباقي بقى. بصوا يا جماعه هو على سعره وعلى التشكيله اللي فيه فهو حلو قوي الصراحه. بالعجوه انا بطلت اكلت العجوه. طب الحمد لله ما بحبوش اصلا العجوه. بصوا يا جماعه اقسم بالله جامد جامد، بعت له 10 من 10. اخر حاجه يا جماعه دي اسمها بيتي فور جلاسيه. ليه سموه بيتي فور؟ ليه مش بيتي 3؟ شكله مكسوره. ليه بقى مكسورة؟ دي بقى مكسوره اللي على الوش. خلينا ناخد واحده سليمه عشان نعرف ايه هو ده. ايه بيتي فور؟ هم حاطينه بيتي فور شوكولاته، مغرقينه في الشوكولاته كده. بسم الله. طب والله حلو، مكونات جميله وناعمه ودايبه و... عشرة من عشرة كله. ما قلناش بسكوت جوز الهند بس احنا كده متوقعينه. 10 من 10 يا جماعه اقسم بالله جامده وسعرها تحفه. يلا بينا على اللي بعده يا جماعه ندوق. معلش الكحك اللي بسكر اخر حاجه. لقينا 5 اكياس سكر يا جماعه في العلبه عشان ظلمنا الناس، ظلمنا الراجل الطيب الحاج ابو محرر. زمان ام محرر بقى تزعل مننا دلوقتي. جامد بجد؟ شابوه والله العظيم. 10 من 10 اللي بعده. تحفة وزايب وجميل. الأقرب ليه إتوال. مكتوب عليها إيه؟ نفس الشركة. شركة إتوال. ميكس إتوال 121 قطعة ب 480 جنيه، يعني زيادة 3 قطع عن أبو محرم ب 480 جنيه، زادت كام بقى؟ 140 جنيه بثلاث قطع ب 140 جنيه زياده. الفرق هنشوف يمكن جوده الحاجه هنعرف. بص دي شكلها السنه دي عامل كده اهي، نفس كل حاجه بس ما عدا الاسم متغير صح؟ وفيها مكسرات يا بنتي. في حاجه مكسرات؟ اوكي تاني ما كانش فيها حاجه مكسرات. هندوق يلا. غريبه مكسرات اول حاجه. تعالوا نشوف الغريبه المكسرات شكلها عامل كده اهي. تعالوا نفتحها. بس بصراحه فيها كذا حاجه فيها مكسرات، يعني الغريبه فيها مكسرات فكل قطعه واحده لوز، ودي فيها اهي لوز. بصوا شكلها عامل كده. بتاعت مكسرات اهو. شايفين شكلها اهو. يلا يا لبنى. ماشي ماشي يلا. احلى. مختلفه بصراحه. احلى. وطعمها مختلف عن الثانيه. الصراحه اللوزة مكرملة وتحفة. الصراحة أحلى الغريبة أحلى من بتاعت أبو محرم بكتير، مع إن المفروض إن هما نفس الشركة. دي إيه؟ معلش يا جماعة عشان أنا دي كحك سادة تمام. أكيد في سكر صح؟ أكيد في سكر نفس الفكرة. طب ما تقولنا اسم أبو محرم مفتوح وخلاص أهو. سكر أهو، هو نفس السكر. ورينا كده عدلي شكله الناحية التانية. هو يا جماعة نفس السكر بس مختوم عليه إتوال بدل أبو محرم. بس إتوال هي بنت أبو محرم. أنا بقول لكم الكلام ده من مصدر مقرب للعائلة. يلا يلا بسم الله. ده كحك سادة خرابي. على ما نخلص الاربع علب هيجي لي يبوت. لا بس امسك كده عشان اوريهم شكله. بصوا يا جماعه شكل الكحكه من على القرب اهي، شايفين هما 6 كحكات تمام. 6 كحكات ساده وفي علبه تاني كحك ساده برضه، يبقى كده 12 كحكه سادة. حاسه ان هو كحك بل بالعكس بتاعه محرم دايب شويه. هو بالظبط ابو محرم ده اللي بالايه ساده برضه بسكوت. طب نشوف اللي بالعجوه والملبن بالبلبل عشان نخلص الليله دي. كحك ملبن اهو. الكرتونه دي بقى ما فيهاش كحك عجوه، فيها كحك بالمكسرات. 6 كحكات برضه من ال لا فيها كحك عجوه اهو. هناك اهو فين اهو. برضه تشكيلتها حلوه الصراحه. تشكيلتها حلوه بس هي سعرها اغلى زي ما قلت لكم 130 جنيه. هنشوف بقى ال 130 جنيه دول. قلنا لك ال 130 جنيه دول في المكسرات. بصوا يا جماعه اهم المفروض نفتح لكم يا جدعان. هي نفس برضه نفس الشكل الثاني بالظبط، يعني لو فتحت لكم الثانيه جبتها لكم نفس شكلها بالظبط. وكده كده طبعا يا جماعه بما ان هي احدى شركات اتوال فاكيد سر الكحك هو نفس هنا وهنا. يا احلى
احلى دايبه ماشي. دايبه اكتر تحفه. الله يا بنت قلوبنا احنا عيدنا خلاص. دايبه قوي دايبه والملبن دايب جدا. طب وبعدين العجوه نفسها بالظبط، بس العجينه اللي من بره دايبه. هقول لكم ليه بقى نفسها بالظبط، كمان حاطين لها قرفه والثانيه بقى قرفه. ممكن يكون حاطين فيه زبده اكتر. اكيد العجينه بتاعت المعمول نفسه تحفه تحفه. هو فعلا بس العجوه هي هي اللي بقى عجينه الكحت، ما فيهاش ريحه كحت. العجينه نفسها بقى فيها العجوه نفسها فيها قرفه هنا وفيها قرفه هنا. يلا نفسها بالظبط. ناخد بسكوت برتقال. طب في تحت بالمكسرات. طب معلش خدي بسكوت برتقال. لا لا ناخد تحت بالمكسرات الاول عشان نبقى قفلنا الكحك. ماشي يلا نفضي الجول واحده خلاص. بصوا شكلها اوريها لهم. طيب بصوا يا جماعه عليها بندق ولوز. بصوا شكلها شايفينها يا ملبن؟ شايفينها تحفه. لحظتي المفضله دي بس المكسرات طريه تحفه. هي ملزوقه بحاجه يا ماما، بس المكسرات طريه قوي بس طعمها جميل مع الملبن. حلو حلو الصراحه، حلو رايقه. طب يلا البسكوت. جالي بوتي احلام. انا بسكوت برتقال تعبت عيد. هو هو بس ده احلى ده شوية. ده بسرعه في البق. ده احلى شويه وطعم البرتقال ظاهر اكتر. لا هو هو والله طعم البرتقال ظاهر اكتر. هو هو. طب اجيب لك حته تاني؟ لا ما تجيبليش حته تاني، ده الساده دي غريبه الساده هيبقى دون. هو هو دونا غريب دونا غريبه الساده. عندهم البيتي فور، عندهم البيتي فور اللي هو البيتي فور لوكس. ماشي نشوف البيتي فور اللوكس ده ايه نظامه. ده نفس التاني متغطي برضو بالشكل اهو. بصوا اهو نفس التاني يا جماعه اللي دقناه وقلنا ان هو جامد. هنا بقى مغطي اهي نفس الفكره، بتفور من ورا كده وهو متغطي كده. ايه ده حسيت التاني احلى؟ ليه؟ طعم الشوكولاته الخارجيه في التاني احلى من ده بكتير كتير. احلى من جوه كمان والعجينه نفسها احلى. سبحان الله ما تعرفوش. البسكوت طبعا هو هو. العجان في اليوم ده كان ما كانش رايق. دي بيتي فور لوكس. امال دي ايه؟ شوفيها سابليه بفزيانه وسابليه. ماشي افتحيه. انتاج فبراير 2024. بصوا البيتي فور ده كمان اهو شكله اهو. ايه البرزيانة دي؟ ده بديل البتيفور اللي كان في ابو محرم اللي هو من الجنب فيه مربى و اللي قلنا ان عليه ان هو 0 من 10. مسكت. احنا قلنا 0 من 10 ما قلناش 0 من 10، قلنا ان المربى ناشفه لكن العجينه نفسها حلوه. خدي اللي زي هنا فوق. عجينه البتيفور هناك احلى بكتير. اللوزه تحفه. لا نشرب برضه البيتفون هناك احلى. يعني هنا ايه الاقل اقل احلى الغريبه ايه؟ هنا الغريبه احلى والكحك الغريبه والكحك ادوب شويه. دي نفس الشكل. بصوا مما يدل ان ابو محرم نفس الشكل يا جماعه بالظبط. ابو اسوال والثانيه نفس الشكل بالظبط اهي. ابو محرم منور. بصوا النهارده جايبين لكم ابو محرم القيم. اخر حاجه بقى ابو محرم ما ينفع عنده بنات عنده اتوال هتجور منه. خد عنده جامده دي. دي جميله قوي. والتانيه نفس الطعم بتاعت التانيه بس التانيه اطرى منها شويه برضه. اطرى مش معنى ان هي طريه يا جماعه، اطرى دايبه دايبه. ايه رايك؟ دي حلوه برضه نفس الطعم بتاعت التانيه. خلاص ابو اتوال هو ابو محرم يا جماعه. كم 10؟ هما الاثنين؟ هو اثنين. 9 من 10 ومحرم 10 من 10، فرق السعر يزود له واحد. 8 من 10 عشان فرق السعر كتير 130 جنيه، وانا حاسه ان في حاجات هناك احلى من هنا بكتير. ماشي. انا
محفظه. اه صباعي صباعي. ايه ده معقوله الكرتونه قطعت صباعك؟ طيرت كل حاجه وقطعت صباعي. انا هوريها لهم من فوق. انتوا عايزين نوريها لهم من فوق؟ هوريها لكم من فوق. ايه رايكم من فوق باينه؟ طب هوريها لكم من فوق. ايه اللي بعده يا جماعه؟ ايه اللي بعده؟ انتوا فتحت لهم علبه علبه عشان يشوفوا من فوق. خلاص بقى. اللي بعده يا جماعه بسكو مصر التشكيله ال 2 كيلو ب 400 جنيه. يخربي. واحنا قلنا اتوال بكام؟ اتوال ب 480. آه. يعني هو كده بعد ابو محرم، يعني بسكو مصر في السعر بعد ابو محرم. أيوة. تمام؟ تمام. وريهم الشكل. شكل العلبه تقريبا بتاع السنه اللي فاتت صح؟ اه بتاع دايما بتاعتهم، هي علبتهم المعهوده. اهي شكلها كده اهي. اهي. انتاج شركه بسكو مصر، هو بسكو مصر في المقاطعه؟ لا طبعا مقاطعه ايه؟ مقاطعه اسمه بسكو مصر. انا سمعت بس بقى هي حاطين اربع اكياس سكر. مش عايزه ادوق، مش عايزه ادوق على طعمه بالله. بصوا يا جماعه احنا النهارده حاولنا نجيب اقرب حاجه للفئه السعريه، اللي جايه هيبقى في الفئه السعريه الاكبر. في حد هيقول لكم ايه ده هو في اكبر؟ اقول لكم اه. بصوا بقى المشمع، مش عارفه ايه فكره المشمع اللي هم عاملينه ده. مشمع رايح مشمع جاي مشمع فوق، مش فاهمه بصراحه. بصوا كان احلى حاجه مفتوحه منها لي الهوا. اه بصوا بقى يا جماعه اهي دي التشكيله بتاعتها عشان ما اوريهالكوش من فوق. بسكوت بيتي فور، نفس البيتي فور، شويه غريبه، حبه كحك مش معلمينهم. والله يا لبنى طيرت طيرت كيس السكر صح؟ لا اهو ما طيرته فعلا. طيب هو ايه ده؟ كيس السكر مستحيل يطير. طب يلا يا لبنى دوقي دوقي. طيب هندوق البسكوت. دوقي اللي عندك ده. بسكوت عادي من نشاده. بص احنا بتمسكها اتقطعت في ايديها. استنى ده بسكوت بفانيليا. ما ده بسكوت بايه؟ بفانيليا مبلول ولا ايه البسكوت ده؟ لا طرش من جوه حلو. لا ده بسكوت يا جماعه كاني جايباه من كيس. اه كانه بسكوت من السوبر ماركت. ده صح حلو يعني عادي مش حلو. لا مش حلو. وانا بس عايز اعرف هو لسه في حد بيعمل بيتي فور بالفارماسيل كده؟ بالفارماسيل كده لسه. بسكو مصر انتوا مش عايزين تغيروا من نفسكم خالص ليه؟ انتوا تفضلوا واقفين مكانكم ليه بجد؟ انتوا عاملين ليه زينا؟ عاملين ليه زينا ولبنى مش عايزين تتحركوا من مكانكم؟ ليه؟ بسكو مصر ده بيفكرني بيا انا ولبنى. اصيل اصيل. انت فول ده حمضان ولا ايه؟ انت معقوله كل سنه مش معقوله كل سنه هنجيب الرجل اللي وحش؟ ازاي ما تتفرجوش على فيديو السنه اللي فاتت؟ انتوا بتتفرجوا السنه اللي فاتت على مول اخطائه. مش هتقول تاني شوكولاته خالص مش عارف. دي ده اوحش بقى. انا قلت ما بحبش الفارماسي. يا جماعه في في طعم جوه متخزن. ماما احنا بنصور يا ماما. شو يا جماعه قريبه. طيب اقصد دراعك فيه دراعك المسيح. يا الله وقفت على طول. يا بنت اسمعي يا الاقلام بكلة طول حاجة. يلا دول قريبة اللي شكلها عارف شكل التوبة دي. ايوه عندك يا دوق. لا ما انا هدوق حتة منك. تقولي ما عندك دوق. لا ده معايا. اقسم بالله ابو محرم يضربه بالجزمة. لا انا دي احلامي. قسما بالله يا جماعة. حاج بسكو يزعل. طب الكحك الكحك انا عندي امل في الكحك. الكحك شكله عامل كده اهو. شكله كحك عادي جدا. ده بالملبن، الملبن جوه طري. اما نشوف بسم الله. الكحك من بره مالح. العجينه مالحه. ده مش مالح، ده بهارات الكحك. صفر من عشره. كفاني كفاني. صفر من عشره يا جماعه. مشكلة انك عاملين بالزوان وحاطين بقى كراسي. المفاجأة بقى. اه دي بقى حاجة احنا استغربناها جدا النهارده، وتقريبا هي أول مرة تنزل السوق. هي نزلت قبل كده السوق؟ أنا ما شفتش السوق قبل كده. ما اتكلمتش عن ما شفتش السوق قبل كده. أولكر عملت كحك. أولكر عملوا كحك يا جماعة، طبعا غالية قوي. دي المفروض كانت دخلت في الفئة اللي جاية. ليه هي ب 700؟ ب 510. إيه ده والله؟ يعني اغلى من ست. انا فكرتها رخيصه عشان اغلى من محرم ب 200 جنيه ب 200 الا حاجه.
ده عاديه جدا خالص. ايه ده مش شايفه حاجه كحك. فين البيتي فور؟ فين ده جايبين لك كاسين سكر يا جماعه. ده ميني خالص، ده صغننه خالص. ايه ده؟ بصوا ده ميني قوي يا جماعه، هي صغيره، هي ميني خالص. بصوا هي فين الغريبه؟ طيب بصوا يعني نجيب لكم كحكايه من علبه قد ايه كده، كحكايه من اتوال، بس هم راسمين عليها فعلا الشكل. انا فكرته مجازا عادي يعني شكل كحك العيد، ما اعرفش ان هو اللي جوه. طب ماشي، لما تيجي تقول عيد لازم تقول اوركا كاتبين لك من جوه يعني، اتمنى يمكن. بصوا يا جماعه الكحكايه العاديه اهي، والكحكايه بتاعت اوركا اهي، شايفين الفرق؟ الفرق بين حجم وحجم احلام. والله العظيم جماعه انا ما اعرفش ليه الكاميرا بتطلعني تخينه، مع اني بنقعد تخنني احنا اللي كنا قد بعض، احنا نفس الوزن بالظبط. تاكلي دي اكل دي بالجرام جماعه، لو لبنا نفس الوزن بالجرام. طب بصي يا فندم دي حلوه، دي جميله، يا ريتني جبت حبه البركه سايبه. طب احلام هندوق ايه؟ لا لا مش هفتح السكر، السكر اهو، يلا ندوق. طب ما تستني نشوف بايه، ما يمكن بالعجوه. انت عايزه تتفرجي احنا، انت خايفه ولا ايه؟ هم عاملين زي البيبي الصغنن، خايفه تيجي جنبهم صح؟ طب دوقي انت اللي يا ستي، دوقي خلصينا بقى. انا قلت بقى بسكوت اولكر هيطلع الكحك بتاع اولكر والحاجه جامده. طعمه بيض. ايه طعمه عامل زي توست الناشف، زي البقسماط. بصمات من غير سمسم. ايه ده يا جماعه؟ ايه الهزار ده؟ هو ده كحك بالشوكولاته يعني؟ هو مفيش بيتي فور خالص؟ كلها بقى كلها. لا 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 ده وحش قوي. اقسم بالله يا جماعه عامل زي ما يكون عندك حته فينو نشفت في البيت، قسما بالله. البسكوت لا 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 عامل قوي، كليها كلها انا مش عارف. نغطيها. المعجن ايه ده؟ هو ده طعم توابل بايظه ولا ده ايه ده؟ ما عمرك ما جربت تاكل حته فينو ناشفه؟ عمرك؟ عمري لا لا خلينا ناكل حته فينو ناشفه. لا لا عظيم بيو الفينو يا جماعه، ده اقسم بالله طعم الفينو الناشف طعم التوست الناشف. هاتي هاتي اللي عليها السكر كده معلش، انا بس عندي فضول اعرف دي بايه. شوفي فضول اعرف دي بالملبن. بالملبن ودي بالملبن اللي انا دقتها برضو بالملبن، الشوكولاته اهي بالملبن. دي السيده خدي خدي. تيجي تقول عيد اوعى تقول اولكا، اوعى تقول اولكا فعلا. مش عايزاها. دوقيها معلش. طب نرجعها؟ نرجعها لمين؟ لا نرجعها الهايبر ولا نرجعها الاولكا؟ دخت والله. وحشه قوي. قسما بالله بسكو مصر يضربها بالجزمه. الحاج بسكو اصيل. انا يا جدعان معلش هطلع اولكر وبسكو من بره القصص. لا بس اقسم بالله بسكو احلى منه. طب بسكو احلى منه ولا لا؟ بامانه احلى من اولكر ولا لا؟ احلى بكتير. لو هنحطهم في مقارنه دلوقتي، مع ان انا بسكوت اولكر اللي بالعجوه المفضل ليا. لا لا مش حلو خالص، مش حلو خالص يا جماعة بجد، مش حلو خالص. صفر صفر صفر. حضرتني يا كمان جماعة كده يا جماعة ابو محرم وقتول معلش انا هدوب عشرة بالعشرة. هم عشرة. انت انا هروح لقيت حاجي محرم. بصوا يا جماعة اتوال حلوة قوي وسعره حلو ماشي، ابو محرم ارخص منه وحلو وحلو جامد برضه. عشان كده احنا ادينا ابو محرم، عشان كده احنا ادينا ابو محرم 10 من 10 وانا اديت اتوال 8 من 10 بس هديله 9 من 10 بعد اللي انا شفته ده. فرق السعر مش مشكلة بس برضه في حاجات حلوة. اولكر سالب 100. بسكو مصر سالب 90 عشان ما يزعلش الحاج ده بس. بس سلام. انت هتعجبك تعرف فخر الفيديو تسلم عليهم. جماعة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة والمشتركين وفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، عشان يوصل لكم كل جديد. سلام سلام. ودع واحد في المطار. سلام يا جماعة.